أنا العقيد حاتم صابر القائد المجهول. قضيت عمري كله مقاومة الجريمة والإرهاب. هنا عشان أعلمك حاجة واحدة بس، إزاي تدافع عن نفسك عشان ما تبقاش الضحية. في المشهد ده أخلي تبرك وباخدها، سهل جدا أعمل بيها أي حاجة. بتبقى كل واحد فينا بيسأل نفسه، هو أنا أقدر أعمل الكلام ده؟ تمارين كتير مع تركيز اي حد يعطي باشا الضحيه.